بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا جلس المصلي في مصلاه بعد صلاة الفجر ثم قام فطاف بالبيت قبيل طلوع الشمس بعشر دقائق، هل تكفي سنة الطواف عن سنة الإشراق؟ لا ما تكفي، لأن هذه متعلقة بالطواف، متعلقة بالطواف. وصلاة الضحى هذه صلاة مستقلة، قصده الإشراق يعني صلاة الضحى، يصلي صلاة الضحى متى ما تيسر له، عند ارتفاع الشمس أو قبل الظهر أو في وسط الضحى صليها، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام.